قلبت الدجاج مع التوم، بعدين بضيف عليهم الفطر وبقلبهم سوا لحتى يدبل الفطر معي. هنا رح ضيف البهارات اللي هي أوريغانو، زعتر جبلي، وفلفل أسود، وملح بحري. منقلب البهارات ومنضيف الطحين. أنا ضفت معلقة ونص طحين كبار لحتى أعمل الصوص يكون يعني يصير ثك شوي، تخين شوي. وهون ضفت من مية سل المعكرونة، بقلبهم كلهم سوا. وبعدين رح ضيف هلا الدبل ثك كريم الطازجة، وفيكم تضيفوا علب القشطة، وبقلب سوا. وبضيف اللي هي الدبل كريم العادي، كريمة الطبخ كمان، ضفت نص كاسة. شلت جزء كبير من كمية صوص الباستا اللي عملته وخليت لشخصين فقط، لأنه طيبة بوقتها يعني بس تتقلب في وقتها تتاكل مباشرة الباستا. ضفت هون ضفت كمان صوص، حسيت بحاجة صوص الباستا مسلوقة 3/4 سلقة لتكمل مع الصوص. هون ضفت جبنة شيدر، كمية من جبنة الشيدر وكمية من جبنة الموتزاريلا، كتير طيبة يعني بحركها معها بس لحتى تدوب فقط. وبضيف ريحان طازج، بشرت جبنة برمزان طازجة عليها، يعني ما طيب إلا بوقتها يعني تنبشر. طبعا أتمنى تجربوها، والله الطعم خطير، كتير طيب مو شوي.